كما كان متوقعا حسب نشرة مديرية الأرصاد الجوية، تساقطات مطرية هامة تهاطلت على زايو عشية اليوم بعد أسابيع من غيابها عن سماء المدينة. ومن المتوقع أن تعيد هذه التساقطات المطرية إحياء الأمل في نفوس فلاحي المنطقة والكسابة الذين استبشروا خيرا بها. كما أنها ستمكن من إنعاش الفرشة المائية وتعزيز الآبار. وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية أن يستمر الجو غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية بالمنطقة الشرقية. خلصت يا حبيبي.